بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بيكم. إزيكم؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. أنا دايما بقول لكم صباح الورد والياسمين والابتسامة الدايمة عليكم كلكم، لكن النهاردة هستبدلها بصباح الجبسوفيلا والياسمين. هي دي نبات، او هو ده نبات الجبسوفيلا وازهارها القرنفلية الجميلة، وعلشان هي بتشبه في رقتها وجمالها كده زهرة الياسمين البلدي، فانا هقول لكم صباح الجبسوفيلا والياسمين. تعالوا نتعرف عليها مع بعض من اول ما بنزرعها لغاية ما ناخدها بالشكل ده زي ما انا زرعتها، وتتعلموها حاجة سهلة وبسيطة وفي منتهى الرقة والروعة النتيجة. يلا بينا. نبات الجبسوفيلا بيتبع العائلة القرنفلية، بيوجد منه نوعين، نوع معمر ونوع حولي. النوع اللي انا زرعاه ده اللي هو الجبسوفيلا إليغانس، اللي هو النوع الحولي. هي اشتق اسم النبات ده من فين؟ اشتق من اسم من اللغة اليونانية، من اسم جيبسوم لافينج. لما بقطف الأزهار بتاعته دي وأحطها في مجموعات بتفضل بجودتها كده وعلى حالتها فريش، ما بتتبلش غير بعد حوالي 10 لـ11 أو 12 يوم بالكتير. بنستخدمها كنباتات مالئة في تنسيق الأزهار في الأواني والأسبتة والباقات، وأنا بستخدمها هنا كأجمل باقة في حديقة باقة أفكار. بتصلح للزراعة في أحواض وفي أسس، بس أهم حاجة عندي إن أنا أزرعها في تربة خصبة غنية بالعناصر الغذائية. طيب لما باجي أزرعها بزرعها إمتى؟ بزرعها من شهر أغسطس لغاية شهر سبتمبر، وبفضل إن أنا أزرعها في عروات، كل 10 أيام أزرع عروة عشان أمد موسم التزهير والعرض في السوق أو للتصدير لأكبر فترة ممكنة. طبعا هي رقيقة جدا كده زي ما احنا شايفين وجميلة، والبتلة بتاع الزهرة بتتكون من 5 بتلات. اهو هنقرب الكاميرا كده اهي، تعالوا كمان نشوف اللون الابيض منها. ده اللون الابيض من الجبسوفيلا اهي، نفس الكلام البتلة اهي. الزهرة مكونة من 5 بتلات، شكلهم جميل جدا اهي. وزي ما قال الاستاذ عيد حواش عن الجبسوفيلا ان هي بمثابة الكرافتة للبدلة. في بدلة تنفع تتلبس من غير كرافتة؟ لا طبعا، ما بتبقاش لايقة الا لما البس كرافتة. الجبسوفيلا كرافتة البدلة لكل بستان ولكل حديقة ولكل بيت بيحب يستمتع بجمال الازهار الراقية الرقيقة جدا دي. انا هوريكم من اول زراعة البذرة لغاية ما وصلنا للمرحلة دي. تعالوا نشوف مع بعض البذرة وازاي زرعناها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. دي بذور نبات الجبسوفيلا، لونها اسمر او اسود، كروية الشكل، صغيرة الحجم او دقيقة. هنزرعها احنا دلوقتي كده في الارض. يلا بينا نزرعها ونشوف هنزرعها ازاي مع بعض. بعمل انا كده شق صغير في الارض، بعد كده بعمل فيه سرسبة للبذرة وارجع اغطيها بالشكل ده وانزل فيها الماء بين السطر ده والسطر اللي بعد منه، بسيب مسافة 20 سنتي وبنزل الماء. دي بادرات الجبسوفيلا بعد تمام الانبات اللي احنا زرعناها مع بعض. ده نبات الجبسوفيلا
بعد ما زرعناه في شهر سبتمبر. احنا بنزرعه في عروات من اول شهر اغسطس لغاية سبتمبر، وبيبتدي التزهير بعد 3 شهور من الزراعة. لما بجمعه بجمع الافرع من 8 ل10 افرع في المرة الواحدة من كل نبات. هو بيتفرع من بعد ارتفاع من الساق، مش من بداية الساق تحت الارض، بيتفرع تفرع علوي. نبات الجبسوفيلا بعد ما كبر في الحجم، شايفين الورقة بتبقى جالسة على الساق اهي، رمحية الشكل جالسة على الساق. النبات لما يوصل المرحلة دي بيبتدي يتجه الى التزهير ويكون البراعم الزهرية. دي قمة النبات اهي. النبات بعد ما بيوصل لمرحلة التزهير بيبتدي تفرع من وسط الساق، مش من اسفل، من وسط الساق كده يبتدي يدينا تفرعات جانبي اهي. يمكن اهي بدأت اهي اهي. النبات بعد ما بدأ يكبر ازداد في النمو اهو. ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك وتعالى نكمل مع بعض. زهور الجبسوفيلا قرنفلية اللون، جميلة جدا اهي. ده نبات الجبسوفيلا بعد ما عقدت فيه كل الأزهار وتحولت إلى ثمار، في انتظار تمام نضجها لاستخراجها من الأرض وتجفيفها والحصول منها على البذور كتقاوي للموسم القادم. دي ثمار الجبسوفيلا بعد تمام النضج ونضج البذور من الداخل. لو احنا فتحناها هنلاقي البذور جواها لونها اسمر او اسود بالشكل ده، كروية رائعة فيها عدد كبير جدا اهي. نخزنها في مكان جاف لحين استخدامها للزراعة في الموسم الجديد. أتمنى الفيديو يكون عجبكم وتعرفتوا على نبات الجبسوفيلا الجميل وعجبكم. ذو الخمس بتلات الرائع. وإذا عجبكم ما تنسناش في لايك وشير لباقة أفكار مع أطيب أمنيات ليكو دكتورة رؤية.